السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. اذا اعزائي الكرام، ها هو يعني حفل جوائز البالون دور ينتهي، وطبعا تعرفنا على الفائز بهذا اللقب والكرة الذهبية لسنة 2022، ألا وإنه كانت محسومة لصاحب الأصول الجزائرية ألا وهو كريم بنزيما، هو الذي أخذ هذه يعني الجائزة، ألا وأنها كانت محسومة إليه يعني منذ وقت بعيد جدا. وكبار كرة القدم الزاكرة وأساطير كرة القدم رشحوا كريم بنزيما من أجل الحصول على هذا يعني الجائزة. فها هي القائمة الظاهرة أمامكم. الفائز باللقب هو يعني كريم بنزيما، يأتي وراءه ساديو ماني في المرتبة الثانية، ويأتي وراءه يعني كيفن دي برون وليفادوفسكي، صلاح، مبابي، كورتوا، فينيسيوس، مودريتش، هالاند، سون، وكذلك يأتي وراءه النجم الدولي الجزائري رياض محرز في المرتبة 12. مرتبة مشرفة في حق الزيكرام الجزائر في هذا يعني الحفل الخاص بجوائز البالون دور. كذلك يأتي وراءه الإفريقي سيباستيان هالر والبرازيلي فابينو، وكذلك عدنا لياو فان جايك، كذلك كازيميرو، فالوهوفيتش، لويس دياز، كذلك كريستيانو رونالدو، هاري كين، ألكسندر أرنولد، وفودم يعني برناردو سيلفا، وراءه كيميتش، روديجر، كونكو، وكذلك داروين نونيز ومايك مينيان. يعني رسميا نجمنا الدولي الجزائري في المرتبة 12، واللاعب الفرانكو الجزائري أو خلينا نقول يعني الذي هو عنده أصول جزائرية كريم بنزيما توج وذلك بشكل رسمي بهذا اللقب. ومن سلم الكرة الذهبية أعزائي الكرام هو أيضا صاحب الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، أسطورة منتخب فرنسا، وطبعا أعزائي الكرام يعني أهداها لكريم بنزيما وسلمه له هذه الجائزة. طبعا أعزائي الكرام، أفضل نادي في العالم حسب جريدة فرانس فوتبول، والتي يعني قدمت هذه الجائزة في حفلها يعني في توزيع جوائز البالون دور، هو نادي مانشستر سيتي. وهنا نعرف أعزائي الكرام على رياض محرز قرر الاعتزال في هذا الفريق، حاليا هو الافضل الزيكرام في العالم نادي مانشستر سيتي، سواء من ناحيه الارقام، من ناحيه الكتيبه، ومن ناحيه المدرب الزيكرام اللي عنده ارقام يعني فرديه صراحه مهمه جدا. طبعا الصوره الظاهره امامكم هي اسطوريه صراحه، جمعت بين كريم بنزيما وكذلك اولاس الخاص بنادي اولمبيك ليون، الذي اشرف على كريم بنزيما في اولمبيك ليون في بداياته. كذلك عدنا فيورنتينو بيريز رئيس يعني نادي ريال مدريد، وهذه الصورة أعزائي الكرام عميقة جدا. كتشوف أنه أولاس كان في حفل الجوائز الخاصة بالبالون دور، هنا تعرف بلي أنه هذا أولاس يعني كما أكد لكم سابقا بلي أنه دائما يحب لاعبين مزدوجي الجنسية يمثل المنتخب الفرنسي عكس المنتخب الوطني الجزائري، لأنه كريم بنزيما على سبيل المثال لو كان مثل المنتخب الوطني الجزائري لو كان هذا اللقب منح للجزائر، يعني نحن نولي ونقول بلي أنه أول لاعب جزائري يتوج بالبالون دور العالمية. ولكن هكذا جون ميشيل أولاس دائما ما يحاول خطف لاعبي مزدوجي الجنسية من الجزائر وإقناعهم بكل أنواع الطرق، من بينهم الزاكي كرام وهو اللاعب الصاعد اللي راه تشوفوا إدارة نادي ريال مدريد أنه راح يكون بديل لكريم بنزيما وهو ريان شرقي. ها يعني أولاس دائما ويحاول دائما الزاكي كرام حاول دائما إقناع ريان شرقي بتمثيل منتخب فرنسا. فالصورة شفتها عميقة صراحة، بغيت نشاركها معكم. أما بالنسبة لنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز، يعني شحال قد نتكلم على هذا اللاعب، ما شاء الله للمرة الرابعة وهو يعني يترشح لجائزة البالون دور، ودائما وأبدا يحصد أماكن صراحة جد مهمة ومشرفة للجزائر والمنتخب الوطني الجزائري بصفة عامة، ويشرف أيضا الجزائريين في حفل جوائز البالون دور. عندنا لاعب جزائري، بزاف منتخبات عربية أو إفريقية يحلمون بتواجد مثل هذا اللاعب في منتخبهم، ولكن أعزائي الكرام مارغري أنه رياض محرز عنده أرقام كبيرة، إلا أنه دائما نشوفه منتقدين في البلاطوهات، في استوديوهات التحليلية، صحفيين للأسف الشديد مراض، للأسف الشديد أعزائي الكرام الله غالب، كاين بعض الصحفيين لله غالب مراض، عندهم مرض اسمه رياض محرز، دائما يحاولون التقليل من رياض محرز، ولكن رياض محرز يرد عليهم بطريقته الخاصة ألا وهي التواجد في مثل هذه الجوائز في مراكز عالية جدا. موسم 2016 أعزائي الكرام مع نادي ليستر سيتي احتل المركز السابع. هذه المرة في سنة 2019 غير هنا أعزائي الكرام يعني كان في المرتبة العاشرة. أما بالنسبة يعني لموسم 2021 كان في المرتبة نورمال 19 ولا 20 ما رانيش متذكر اكزاكت، ولكن اليوم يعني في المرتبة 12. هذا أقوى رد من رياض محرز لجميع النقاد والمحللين وأشبه المحللين اللي كانوا ينتقدوا رياض محرز كي يعمل غلطة
صغيره. رياض محرز افضل من العديد من اللاعبين نادي مانشستر سيتي اللي بيب جواردولا كان يعمل عليهم سياسه المدوره بيضغط بهم على رياض محرز، ولكن رياض محرز دائما في المحافل العالميه متواجد وبقوه. كيفن دي برون كانت عنده العديد من التصريحات زي كرام في حفل جوائز البالون دور، وصرح اليوم عن رياض محرز في تصريح زي كرام منقول عبر يعني مايكروفون نادي مانشستر سيتي، صرح قائلا: انا سعيد جدا من اجل رياض محرز وتواجده في المركز 12 يعني لافضل لاعب في العالم في البالون دور. رياض محرز صديق مقرب جدا لي. اما بالنسبه لطارق ذياب زي كرام محلل قنوات بي ان سبورت، صرح قائلا: تحيا الجزائر جلبت اسطورتين زين الدين زيدان وكريم مصطفى بنزيما المتوجين بالكرة الذهبية، واللي اليوم هم الزوج بهم زي كرام كانوا في منصة يعني البالون دور، يعني سلم يعني زين الدين زيدان هذا الأسطورة الخاصة في عالم كرة القدم الذي أصوله جزائرية، يعني سلم كرة البالون دور إلى صاحب الأصول الجزائرية الآخر وهو كريم بنزيما. فتخيل معي عزيزي الكريم أن هذين اللاعبين مثل المنتخب الوطني الجزائري سابقا، يعني صراحة راح يكون شرف كبير جدا للجمهور الجزائري وكذلك للمنتخب الوطني الجزائري بصفة عامة. عندك لاعبين توجوا ب يعني البالون دور، ولكن هم حبوا يختاروا فرنسا، تم إقناعهم سابقا ولم يتم إقناعهم من طرف المنتخب الوطني الجزائري، واللاعبين هذو كانت عندهم يعني صراحة فكرة أخرى، يعني كي مثل المنتخب الفرنسي راح يلعبوا في أفضل الأندية. هو يعني رياض محرز لعب مع المنتخب الوطني الجزائري وراح يلعب في أفضل نادي في العالم حاليا حسب البالون دور، وهذا واش اللي يخلي لاعبين مزدوجي الجنسيه يعني في تردد، حاسبين كي مثل المنتخب الوطني الجزائري سي بون لا كارير نتاعهم راح تنتهي وراح ينتهي بهم المطاف في البطوله الوطنيه. لا، هذا شيء خاطئ. عندنا بزاف لاعبين من ابرزهم لاعب اي سي ميلان الا وهو اسماعيل بن ناصر، عندنا رياض محرز، عندنا رامي بن سبعيني اللي صعد من نادي بارادو زي كرم حاليا يلعب في بروسيا موشن جلادباخ وتطالب عليه العديد من الانديه. فهاد اللاعبين اللي يعني اصحاب مزدوجه جنسيه بما اننا تطرقنا اليهم يعني راهم غير يخرطوا هذا التخمام نتاعهم. وصراحه انا يعجبني الجوار اللي كي يبغي يمثل منتخب معين يخرج ديرك ويقول باغي يمثل المنتخب المعين بدون لف ودوران، مالغري انه يمثل منتخب غير الجزائر يعني ربي يسهل عليه وراح ندعمه، ولكن بعد تبقى تشر ومن بعد يعني تقول الجزائر الا كتستدعيك الجزائر الا حتى تستدعيك فرنسا وكتستدعيك فرنسا تروح ديرك. لا، بالنسبه لي هذه طريقه غير احترافيه. بالنسبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم الذاكرة، تجاهل نجمين صراحة افريقيين في هذه يعني في حفل تتويج البالون دور هذه الجوائز الذاكرة، اشادوا فقط ومطولا بساديو ماني. ساديو ماني نعم الذاكرة لازم يشيدون به بانجازه بحكم انه في المرتبة الثانية في البالون دور خلفا لكريم بنزيما الذاكرة وراء كريم بنزيما مباشرة، ولكن يعني صرحت الاتحادية الافريقية لكرة القدم أن ساديو ماني هو أيقونة إفريقية. وطبعا الذاكرام كان هنالك حتى ديدي دروغبا التقى بنفس اللاعب ساديو ماني وصرحوا قائلين أفريكان إيليتس يعني نجوم إفريقيا هذو هما. علاش رياض محرز ويعني محمد صلاح راهم يبيعوا اللفت؟ أنا شفت تجاهل صراحة مع كل احتراماتي للجميع، ولكن أنا شفت تجاهل من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم لهذين اللاعبين، على بالنا لأنه ساديو ماني مسيف عليهم يشيدون به لأنه راهم التوب 3 على الذاكرة، ولكن حتى رياض محرز راهم يعني من أفضل اللاعبين في تتويج حفل البالون دور، كذلك حتى محمد صلاح اللي هو في المرتبة الخامسة. أنا شفت تجاهل صراحة من طرف الاتحاد الافريقي، وأنتم اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات. على كل حال ألف مبروك لكريم بنزيما وكذلك يعني لجميع اللاعبين خاصة النجم الجزائري رياض محرز. طبعا عندنا ياسر القحطاني حتى هو محلل قنوات بي ان سبورت كان عنده تصريح وجهه لرياض محرز، حيث صرح قائلا: كنت اتمنى ان يغادر رياض محرز مانشستر سيتي للبحث عن مصلحته الشخصيه. هل تتفقون معه؟ حاليا نادي مانشستر سيتي هو الافضل في العالم حاليا، وكان رياض محرز يغير النادي. هل تتفقون باللي انه يعني راح يزيد يصعد في ترتيب الفيفا لانه مع نادي مانشستر سيتي ما كانش يلعب بزاف؟ نعم، يعني كان مهمش من طرف المدرب الكاتالوني بيب غوارديولا، وما لقدر يهمشه الا انه رياض محرز دائما يرد عليه بطريقته الخاصه بنتائج مشرفه جدا في حفل تتويج البالون دور. فخبرونا رايكم في صندوق التعليقات، واش رياض محرز لو كان انتقل الى نادي اخر كان راح يكون من التوب 10 او توب 5 الخاصه بالبالون دور؟ خبرونا في صندوق التعليقات. وننتقل الان الى اخبار محترفينا.
في البطولة الفرنسية عزيزي الكرام كان عندنا لاعبين جزائريين وضعا بصمتهما في التشكيلة المثالية للدور الفرنسي للأسبوع رقم 11. عندنا فارس الشعيبي الذي هو أيضا عزيزي الكرام قابل لأنه يمثل المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي. كذلك عندنا نبيل بن طالب الذي تحصل على ترقية 8.1 من ضمن 10، ما شاء الله عليه. هذا اللاعب متواجد بقوة في التشكيلة المثالية. أما بالنسبة للدور السعودي، حارس المنتخب الوطني الجزائري مصطفى زغبولي بالماضي راح يستدعيه في قادم الموعد ويعول عليه كحارس أول للمنتخب الوطني الجزائري، ها هو يتواجد في التشكيلة المثالية بترقية 7.8 من ضمن 10. أما بالنسبة لرشيد غزال، كان هذا اللاعب مصاب، ففور عودته إلى تشكيلة نادي بشكتاش يصاب أعزائي الكرام ويخرج مصاب مجددا، فأتمنوا له أعزائي الكرام الشفاء العاجل. بالنسبة لإسماعيل بن ناصر، أشاد مطولا بكريم بنزيما المتوج بالبالون دور وصرح قائلا مستحق يا كريم بنزيما. وها هم اللاعبي المنتخب الوطني الجزائري الذين يعني هنأوا رياض محرز، ومن بينهم كذلك أعزائي الكرام رومين سايس لاعب المنتخب المغربي صرح قائلا فيليسيتاسيون أعزائي الكرام مون فخاغ، يعني لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بصفة عامة باركوا لرياض محرز بهذا الإنجاز. ورياض محرز عكس المواسم الماضية كان يصرح بعض التصريحات حول تواجده في القائمة، ولكن اليوم لم يصرح واكتفى فقط بنشر بعض تهنئة أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.